شكرا للزميل محمد العجلان. اذا مشاهدينا الكرام، انتهى الشوط الاول من مباراه مدر السعودي والعربي الكويتي بتقدم فريق نادي مدر السعودي ب 17-14، وانهى الشوط الاول بفارق 3 اهداف. ابتدى الشوط الاول بدايه قويه من نادي مدر السعودي، وعلى الجانب الاخر بدا العربي الكويتي بيجاري نادي مدر السعودي في احراز الاهداف، واستطاع نادي مدر السعودي مع الدقائق الاخيره للشوط الاول في انه يصنع الفارق ل3 اهداف. قد يكون هذا الفارق فارق مريح له في الشوط الثاني، ولكن مباراه كره اليد زي ما احنا عارفين بتنتهي دايما في الثواني واللحظات الاخيره من عمر اللقاء. كابتن خالد البريدي، يا ترى تعليقك اي على اداء نادي مدر السعودي في الشوط الاول من هذا اللقاء القوي والمثير حتى الثواني الاخيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نادي مدر شهد في بدايه المباراه نوع من الارتباك اعطت النتيجه الى 3-1 للنادي العربي. بعد كذا بدا تنظيم الصفوف، فريق مدر استطاع ان يستغل السلاح الفعال في خلال الشوط الاول اللي هو الفاست بريك، سجل تقريبا ما يقارب 9 إلى 10 أهداف عن طريق الفاست بريك سواء المباشر او المركب. الملاحظه اللي فعلا مزعجه لنادي مدر دفاعيا، اليوم مدر ما هو حاضر، يعني عنده مشكله بالدفاع وخصوصا في العمق. اللاعب محمد الطيب لاعب الدائره الفريق العربي مسوي مشكله كبيره نادي مدر، دفاعات نادي مدر. الفريق جالس يسجل بسهولة، وهذا الشيء ما اعتدناه على فريق مدر. التسجيل في فريق مدر صعب، اللي شفناه في المباراة اليوم علي مراد ما أخذ راحته في داخل الملعب، ما في أحد يقابل، سجل ممكن 5 أو 4 أهداف من الباك الأيمن. لاعب الدائرة فعلا شكل خطورة كبيرة على الفريق. التفعيل للأجنحة بالنسبة للنادي العربي، يعني دفاع العرب دفاع مدر اليوم ما ساعد أبدا حارس مرمى خصوصا من الأطراف ومن الدائرة. يعني كان سبب رئيسي في زيادة عدد أهداف نادي العربي الكويتي. أكيد أكيد الوضع الدفاع اليوم، أنا أقول دفاع مدر اليوم ما هو بوضع الطبيعي. في حالته الطبيعية؟ لأنه هو لعب 6-0 في البداية، غير إلى 5-1، وهذه سببت له شوي. تمام. العربي الكويتي عن طريق لاعب الدائره المميز عبد الله الطيب والجناح الايسر احمد ابراهيم. يا ترى الدفاع نادي مدر ما قدرش يتعامل مع هؤلاء اللاعبين بالقدر الكافي لايقاف خطورتهم، ولا نتيجه وجود مساحات مفتوحه في العمق الدفاعي لنادي مدر السعودي؟ طبعا هو في قصور في التغطيه وخصوصا المبالغه في مساعده، يعني نعرف تميز علي مراد، فالجناح المدافع كان يضم كثير ويفتح مجال للجناح في الدخول. محمد الطيب انا تواضع تموضعه داخل خط الستة او طريقة وقوفه داخل خط الستة جدا مميزة، جالس يعطي نفسه فرصة، ولعيبة مدر ما هم قادرين يمنعون وصول المفترض انك تمنع وصول الكره للاعب. تمام يا كابتن خالد. شفنا في الشوط الاول على غير المتوقع نادي مدر مميز اصلا باداء الهجمات المرتده السريعه اللي هي الفاست بريك، لكن النهارده ما شفناش اهداف كثيره جدا عن طريق الفاست بريك خصوصا الجناحين. يمكن ماجد طبعا كان كلمه السر في الشوط الاول من عمر هذا اللقاء. والله فريق مدر تقريبا مسجل 10 من 17 فاست بريك. تمام. وانا اتوقع انها نسبه جيده للفريق، وخصوصا النسبه العاليه سجلها باخر عن طريق ماجد او عن طريق حتى اليوم محمد الزاير طلع يمكن في كورتين وسجل فاست. الشيء اللي نحب ناكد عليه انه اللاعب المحترف ميلوش عنده 2 إيقاف يجب الحذر في الشوط الثاني، لانه ممكن يخسر لو تحصل على الانذار على الايقاف الثالث وراح ياثر في فريق. الشغله المهمه في الفريق، انا اتمنى فعلا انه فريق مدر يدخل بدايه الشوط الثاني بتركيز دفاعي عالي والاعتماد على الفاست بريك
مثل ما انهى الشوط الاول بنفس الطريقه، لانه في صعوبه شوي في الدفاع المنظم، اختراق الدفاع المنظم بالنسبه للنادي العربي. النادي العربي انا وجهه نظري انه فريق مضر اسهل طريقه له للدفاع قوي، وخصوصا بوجود حارس مميز، والاعتماد على الفاست بريك راح يحصل المباراه سهله اكثر، اسهل مما ما هي بالشوط الاول. تمام، لكن برضه من الملاحظ ان الخط الخلفي ما قدرش يشغل حسن الجنبي على الدايره بالصوره الكافيه. احنا عارفين حسن الجنبي لاعب مميز جدا على الدايره جدا، بس يعني انا في قصور في تحركات لعيبه المضر اليوم، وفي استعجال، يعني في عدم انسجام ما بين الخط الخلفي و وتغطية جيدة بالنسبة للفريق العربي على حسن، يعني يعرفون قيمة طبعاً. حسن وتميز. تمام كابتن خالد. كابتن خالد، عايزين حضرتك تقيم لنا أداء الحارسين في الشوط الأول من عمر هذا اللقاء. حارس طبعا حارس مضر غني عن التعريف، حتى مستوى اليوم شال أكثر من كرة، ولكن دفاع مضر اليوم ما ساعد حارس. أنا أقول الدفاع المضر اليوم في خلل، في قصور شوي، هو اللي ما ساعد الكابتن محمد في البروز أو التصدي لأكثر، لأن اللاعب يدخل على الحارس مرتاح، كور اللي تتصوب عليه من الدائرة كور صعبة جدا على الحارس. حارس الفريق العربي جيد، ولكن طبعا مجتهد، ولكن ما وصل. تمام كابتن خالد. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه اللاين سبورت، عوده سريعه الى ملعب اللقاء والزميل محمد العجلان والتعليق المميز على احداث الشوط الثاني من عمر هذا اللقاء، فاليك الميكروفون ابو فهد.